يقول سماحة الشيخ: كيف الرد على الذين يقولون إنكم تعبدون الكعبة وآثار الأنبياء كمقام إبراهيم عليه السلام، مع العلم أننا نرد عليهم بأن هذه شعائر الله؟ وما هو الفرق بين الشعائر والآثار؟ هؤلاء كذبة. المسلمون لا يعبدون الكعبة، إنما يعبدون الله عند الكعبة. فالكعبة مكان للعبادة، الكعبة مكان للعبادة وليست هي التي تعبد. أن تسمع أحد يقول يا كعبة الله أو أيها الكعبة اغفري لي أو ارزقيني، أن تسمع أحد يقول هذا؟ إنما تسمع الدعاء والاستغفار وعبادة الله والصلاة والطواف، هذا الذي يحصل. فالعبادة لله عز وجل، وأما الكعبة فإنها مكان للعبادة، والله جعلها مكانا للعبادة خاصة ومثابة للناس يرجعون إليها ويجتمعون حولها فتغفر ذنوبهم وتكفر سيئاتهم، وليسوا يعبدون الكعبة، يعبدون الله جل وعلا. والمشاعر هي التي جعلها الله علامات على العبادة، مثل عرفة، مثل مزدلفة، مثل منى، هذه مشاعر بمعنى أنها أمكنة للعبادة، عبادة الله، وليست آثارا. من سماها آثار؟ الله سماها مشاعر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله سماها المشاعر ولم يسمها بالآثار. نعم، آثار من؟ يعني مشاعر، خلقها الله مشاعر للناس يعبدون الله فيها، وتضاعف فيها الحسنات، تغفر فيها السيئات،